تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل يستعرضها لنا الزميل كريم بيبرس، فإلى هناك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث اليوم عن دخول 9 شاحنات للغاز الطبيعي دخلوا بالفعل إلى معبر كرم أبو سالم بعد أن تحركوا من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ومن هناك يتم تفريغ هذه الشاحنات وتتسلمها الأمم المتحدة ويتم توزيعهم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ربما يعني الأمس واليوم وغدا هي إجازة رسمية في معبر كرم أبو سالم، لذلك 3 أيام بدون دخول أي من المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لذلك دائما تتعنت قوات الاحتلال وتعرقل دخول هذه المساعدات بالحجج المختلفة. بالأمس لم يدخل مساعدات إغاثية إلى الغاز، اليوم برغم أنه إجازة رسمية في مصر إلا أن يعني معبر رفح كان يعمل لإدخال المساعدات الإغاثية، غدا إجازة رسمية في معبر كرم أبو سالم، ذلك 3 أيام بدون دخول أي من المواد الغذائية، وهذا ما يؤكد على نهج قوات الاحتلال في ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني عن طريق القصف المستمر أو حتى منع دخول المساعدات الإغاثية. ما زالت تتكدس الشاحنات في أماكن كثيرة جدا على الطرقات في العريش ورفح، ويتم بالطبع منع دخولها من الناحية الأخرى من ناحية كرم أبو سالم، لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة إما لإدخال المساعدات إما محاولة الوصول لوقف إطلاق نار للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة، ومع التأكيد المصري على أن بوابة معبر رفح المصرية هي البوابة الرئيسية ولن يتم تبديلها ولن يتم الاستغناء عنها، وهذا حسب تصريحات حتى الأمم المتحدة بشأن معبر رفح المصري. هذه هي صورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.